جون كلود يونكر يشرف هذا الاثنين على آخر اجتماع له على رأس مجموعة اليوروجروب. رئيس الوزراء اللوكسمبورغي من المفترض أن يغادر اليوروجروب مساء اليوم بعد أن قضى أكثر من 7 سنوات على رأس المجموعة الاقتصادية الأوروبية. وقال يونكر اليوم للصحفيين أنه سعيد بمغادرة اليوروجروب، وأضاف: منذ 6 أشهر وأنا أفكر في كيفية مغادرتي لهذا المنصب. يونكر يغادر بروكسل تاركا مكانه لوزير المالية الهولندية روندينس بلوم، الذي من المتوقع أن يتم اختياره اليوم رئيسا للمجموعة الاقتصادية. وعن داينس بلوم قال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتسي إنه رجل ذكي ومستقل، وقد طالبته بتوضيح استراتيجيته والطريقة التي سيدير بها مجموعة اليوروجروب. داينس بلوم هنا على الصورة، تنتظره العديد من الملفات الساخنة، أهمها مناقشة إمكانية منح حزمة مساعدات مالية لقبرص وأخرى لليونان تقدر ب 9.2 مليار يورو. ترشيح وزير المالية الهولندي لتقلد منصب رئيس اليوروجروب لا يحظى بإجماع الدول الأوروبية بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية اليورونيوز تقول مراسلتنا في بروكسل. غير أن الموقف الألماني سيكون مصيريا لاختيار يارون داينس بلوم الذي سيكون تعيينه في هذا المنصب خاضعا للعديد من الشروط أهمها توضيح استراتيجيته في الفترة المقبلة. أي كولاجي دي لوروجروبو مارغريتا سفورزا، Euronews, Bruxelles.